صحيح رحل صباح اليوم الكاتب الكبير سعيد الكفراوي عن عمر 81 عام، رحلة طويلة. بس كل أنا حابة أقوله قبل ما نطلع نشوف التقرير اللي عاملاه القناة عنه، إن المبدعين لا يرحلون لأنه بيبقوا باقيين معانا بفكرهم، وده اللي أنا يعني طبعا عزاء لأهله ومحبيه، لكن فكرة إنه يفضل معانا بكل أفكاره بتواجده بكل الإبداعات الفكرية اللي كان بيسرينا بيها، ده أكيد لم يرحل على الأقل من أفكارنا. خلينا نطلع نشوف تقرير للقناة عن الراحل ونرجع نكمل مع حضراتكم. من اللمسات الإنسانية